من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس الفلس يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عباس ده انت المقدرة عباس ده انت المقدرة عاني ظروفك وقهرة عاني ظروفك وقهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرة يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يعني يا عمي حتدوني لها كاش لا ولا متر موافق لا لا كده عصرته علي موافق يا اخي موافق يا اخي لحظه شنو موافق يا اخي موافق انت مش بركه طلعت بدري هشيل البواطه كلها واديني 100 مليون بس يا اخي قول الحمد لله طلعت بدري وافق 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 شنو وافق يشيل الواطه كله ولا يخلي متر استغرب اي وافق يا عباس وافق خليني دايره تضغط شنو يا خالك الله مش كفايه الذهبي بعته لكم عشان تاكلوا في البيت ده انا يا زلمه وافق يا عباس معلش يا عم لا بس كانت مشاورات مع ناس البيت خلاص يا عمي انا موافق اي خلاص يعني تدوني وخلاص انا بقى شيك لا لا شيك لا شيك لا لحظه عمي معلش بس في شيك لا ان شاء الله تدق لفك حديد شيك لا اوعي بس شيك لا اي شنو لا تصدق يعني لا دايرين كاش كوش اي ناي حسب لي كاش بس يعني اديني لها ورق اديني لها ورق ما هاي فكر ان شاء الله هاي اي لا كده ضروري لازم اي وها ان شاء الله انا بكره بمشي معاك واعمل لك التنازل طيب الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله اخيرا حنهب على وش الدنيا يا صادق هاي. صادق عليك الله يا صادق حلفتك بالله يا عليك الله يا اخي ما تكدري حليفتك انت عارفه انه عباس ده اختار الرجل المناسب للمهمه المناسبه يا دقيقه عباس ده اول حاجه زول نسيبك كويس ما تتلون معه وعليك الله عليك الله قروشه دي ما تبرزي عليك انت ما بتعرفي العبد لله حصل قبل كده انا ضيعت قروش زول يا حصل قروشي انا دي بيان بالعمل في قروش يا يعني. انا بعرفك كويس عشان انا بعرفك انا وصيتك قروش قد نفت فين غدر بس يعني نعمل شنو يعني غدا وغدر هسه يا ها بس ما تتلوم لي مع زول لا ما بتلوم لك معه وليك علي اخوك ما بعرف السوق كله وتسوق اشتري لي عربيه ظريفه نقاط صادق انت داش نعرفك في العربات انت ماشي تورط الراجل ولا شنو لا 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 الموضوع ده ما داير عرفه الموضوع ده بالمناسبه شختك بختك الحديد ده بس امسك لي وقطع لك انا بجيب لي حاجه ان شاء الله تسترك معه ان شاء الله علي استر روحك واسترني بس انت قولي ربك يسهل ان شاء الله يسهل انا من دربي ده ماشي هجيب لي الحديد ده ما تنسى والله انت انا عاوزك تركز مع صادق اخوي ده شديد لانه ما حيقصر معاكم وما حيجيب لك اي عوجه الصادق ده ذات العوجه ذاته عليك الله كده يقول خير وبعدين العربيه ان شاء الله حتكون لنا نقاطه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا يا صادق بصراحه كده
انت معاي ولا مع الاسد يا اخي؟ الشغل بتاع العربيه دي، العربيه دي والله لا كلها قروشي تضيع ساي يا اخي. معقول انا اورطك؟ العربيه دي زي الطلقه، بس دايره لها شويه شغل في المكنه وبهيه، ولا ساعتك تاني بتكون نقاطه. حباس دي نقاطه يوميه يا اخي. هذيك النقاطه انا معاك في النقاطه، اي نقاطه ويشي، لكن سيدي عليك الله، الساعه العربيه دي انا اكتب عليها من عين الحاسد. هاي ظبطها، انا بظبطها لك لما تكتب فيها من عين الحاسد ذاتها. ها هسه دي ممكن تصلح تاني وترجع كده وهناك معاك. ايوه شويه الشغل بس. طيب ها قول ظبطها او اي حاجه. ايوه السوق من السوق انت ده؟ انا ده؟ انا ما بعرف السوق. ما عندك مشكله، نحاول نظبط لك سواق كده ظريف وناس، لو ما لقيناه انا بسوق لك سواق عشان ياكل ياكل لي البقاله. ما نقاطه انت ما بتثق فيني؟ بثق فيك. خلاص بسوق عليك انا. انت بتاعت السوق. الحديده ما شختك بختك بتتجازف والله. هاي عطشان ده شنو؟ الإيراد. ده الإيراد؟ أيوه ده الإيراد. عربية ذات اليوم والتاني مقيلة في المنطقة، أحسن تبديلها يا أخي. يا أخ بديلها والله، بديلها أنا ذاتي والله. العربية دي الشامتة منها، بديلها طوالي. إيش بذا؟ ببديلها خلونا بالرقي يا أخي، خلونا بالرقي، ببديلها نقعد في المنطقة اليوم كله يا أخي. العربية الخاتها لك للبدل دي يا زول، تقول يا غربتي. أقيف 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 عليك يا عباس أقيف. يا أخي ده شنو ده يا أخي؟ ده شنو الكركعومة دي؟ رجع طوالي مش بديلة. وشو رجع طوالي مش بديلة يا عديلة يا أخي؟ أنت ما بتعرفي في الركشة دي. الركشة دي تمام. أقول لك كلام أنا ما بعرف، وأنت طلعت أطرش أكثر مني. الصادق بيعرف أحسن منك. دي شنو ركشة؟ شنو دي عليك الله؟ أنت عايز أركبه في ماسورة؟ أمشي رجعها، دي ماسورة دي. يا أنت بس لأنه داير بس الصادق ده بيعرف أي حاجة أكثر مني، صح؟ ما عشان كده، عشان أنت ما بتعرف، هو مش بيعرف أحسن منك، أنت ما بتعرف. رجع لي الصادق بديلة ما داري هناك، الكعوبة. يا أخي بس خلاص. يعني أنا أبقى مع الصادق ده كل مرة الصادق بدل لي يا أخي. بس عبسة زي صح؟ ان شاء الله تمام يا الله يبارك. ده شنو عباس يا؟ شنو يا ما لسه انت في الدرداقة الهندية؟ انا عندي لك درداقة صينية وارد دبي، لاستيكين، ثلاثة تكالات، والفرق 200 جنيه بس. يا اخي والله ايناي هندية؟ يا زول انا حانقلك درداقيا كده في السماء. ديني سي شو؟ لا صينية وارد دبي يا زول. الهندي ده هنا ده مكسر ساعة ديني دي بس يجيب 200 جنيه. يا زول دي سمحة والله. حسب دي ما سمحة، خلاص انا دقيق بس اجيب لك ال 200 وجيه. جدا. خلينا نسوق البتاع ده هنا. عباس 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 عباس